بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولا تكون كالذين خرجوا من ديارهم بطر، أي غمط الحق، يأتيه الحق حتى حد اليوم، الكل مصحب حق لعدالة الكرب. وفي المقدمة نحن كيف انت مسلم، انت انا اكفر بالريحة متاعك به وريانة، يعني منافقين دايما يمثلوا عليك ويصدون عن سبيل الله، يطوا اموال طائلة باش اللي كان يهم يتعرف على الدين هاي ما يعرفوا المال، يعمي وصم، عملوها مع الكرب وما يعملوها مع من كان يعتبر من المسلمين. جاءت فكرة أشعوها اللي بني أمية مالهم دائما في خدمة من يخدمهم، ولم بطبيعة الأمر الإسلام مش صحيح، فانساقوا نحو الشعوبية ونحو كذا ونحو كذا، والارتزاق بمقابل قتل الأبرياء وقتل المسلمين سواء ذكور وإناث صغار وكبار. وورا عاد التاريخ مش هكا تحركوا شوية تحس بنتونا، وأقبح القبح موجود عند القرب. نسأل الله أن يعيننا على كشف أعوار هؤلاء الأعداء اللي ما فيهم حتى واحد يحن إلى مسالمتنا. لكن أمم المال مال حرام، والقصد من انفاق المال من بني أمية ومن العباسيين هو إفناء كل من بقيت في ريحة الإسلام، والرب خلص المفيد نقضيه على أعدائنا يكون المال. وما يملين جاء المال موما وقت اللي عملوا فتوحات في عصر موما، عملوا فتوحات بطبيعة الأمر الفتح وراء الفتح وراء الفتح من يجيب بعدة أموال، فتكثر الأموال وقتها وليو كما يفرنيو تحل يدهم في النفقة. لكن لمن؟ للكلاب اللي من جملتهم الدموي، اللي حتى كي تولد ملطخ بدماء الخلاص الوضع. وارضوا لهؤلاء لا يذكرون بخير أبدا. الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف قال شنو؟ قال ده بعد الدين، أنا ولي هذا 19 الناس لقضي عليهم وبكي على العشر، لعنة الله عليك، منين جاك العقل يا كلب؟ منين جاك العقل يا كلب؟ أنت ما أنا ساهمت في تشويه الإسلام، ما الحجاج اللي خدموا فيه مشاو بعقول الناس، اللي الراجل هذا راهو إذا كان قتلكم راهو هو محق، وبرعد القتل ولا تحل أبواب القتل ولا تمرسالة والاعتداء على المقدسات بما فيها البيت الحرام وحرق وهدم والسلام علينا أهل الإسلام أهل البناء لا أهل التخريب، والسلام علينا في القديم والجديد.